أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإله في رحاب العيد يتسع بساط الخير لكل قلب تملأه المحبة، فتتنزل الرحمات وتعم البركات وتتوثق الأواصل والصلات. إنه العيد كما نعرفه في الإمارات واحة الإخاء والمودة ومربع الأصالة وحسن الجيرة، حيث يجدل الزمان من وشائج النسب والقربى حبلا متينا وعروة وثقى لا انفصام لها، وحيثما أبحر التاريخ بين موانئ الحقب والعصور تشهد تخوم الإمارات على ذاكرة مجان وماضيها التليد، هكذا ذكرتها النقوش السومرية القديمة مجان أرض النحاس التي استخرجت من باطن الأرض ومن عمق البحر شواهد حضارتها العريقة، ومن المزن أي السحب الغزير مطرها صار مجان ومزون بعد أن شقت الأفلاج في أرضها لتنبت بالخيرات ولتزدهر الحياة على شطآنها، فتشق أمواج البحر والمحيطات بأساطيلها وتدون صفحات مشرقة من أمجادها التاريخية. إنها مجان ومزون، إنها سلطنة عمان. حكايتنا اليوم في العيد بنكهة الحلوى العمانية. أنا سيف جمعة سيف السعدي من سلطنة عمان، استقبلت اليوم أنا وعائلتي العيد السعيد بلبسنا التراثي العماني الأصيل، والحين يالس ألبس ابني حمد المصر العماني عشان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. ولبس ابني مكتوم الكمة محمد العبري من سلطنة عمان، سعيدة باستقبال عيد الفطر، والحين أنا أجهز بنتي مهرة ولبسها ملابس العيد الجديد وهي الزي العماني التراثي الأصيل، ولبست بنتي ميرة وبنتي عوشة الذهب العماني والملابس العمانية التراثية الأصيلة، وفرحت وايد لما دخل علينا زوجي سيف وأولادي حمد ومكتوم وهم لابسين ملابس العيد، ورشيت عليهم ماي الورد وبخرتهم. العيد ما يكمل إلا بلمة الأهل، والفرحة تكمل اليوم باستقبال أهلنا من عمان واستقبال ضيف مميز من الشارجة. أنا الحين جالسة أسوي الحلوى العمانية. تفضل تفضل يا الغالي عبد الله، تفضل. دام فضلك، دام فضلك. تفضل تفضل. هلا والله. السلام عليكم. زوجتي وعيالي. كيف الحال؟ تفضل. شكرا على الاستضافة. كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل تفضل. استريح استريح، تفضل تفضل. استريح استريح. تسلم تسلم عليك، تسلم. حي الله من زارنا البيت. الله يحييك ويبقيك. كيف الحال؟ الحمد لله. يا مرحبا فيك يا اخوي عبد الله، نوريتنا البيت يا الغالي. يا مرحبتين، البيت منور بهلا طبعا، وسعيد بوجودي اليوم معاكم، ولازم اقول كل عام وانتم بخير اول شيء، ونعاد عليكم العيد ان شاء الله وانت بصحه وسلامه. امين امين يا رب. حي الله حي الله اخوي عبد الله. الله يحييك. نورتنا نورتنا البيت يا الغالي، وهاي الحلوى العمانيه. نور بهلا. وتفضل تفضل. تسلم تسلم. وبالعافيه عليك يا الغالي. الله يعافيك الله يعافيك. شو رايك في الحلوى يا الغالي؟
لا لا صراحة ما عليها كلام والله. بالعافية بالعافية عليك كلام. بالعافية. وهاي القهوة يا الغالي. تسلم. تفضل 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 تفضل. دام فضلك. تسلم. أزيدك. تسلم. زيد. تسلم والله. طبعا أول شيء كل عام وأنتم بخير وعساكم العايدين والفايزين. طبعا يوم نقول العيد يعني نهنيكم في العيد، تهنئة العيد والعيد بشكل عام له فرحة وبهجة غير عن كل الأيام الباقية، أكيد يترك أثر في قلب كل صغير وكبير. يعني هذا اليوم اللي ننتظره. هلا هلا والله هلا هلا ما شاء الله، كل عام وانتم بخير. هلا ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. هلا كل عام وانتم بخير حبيبتي. هلا هلا البطل، كل عام وانتم بخير، مساكم العايدين. يلسوا تفضلوا. فالعيد يعني يترك فرحة فينا كلنا، وأكيد يعني هذيل الصغار هم اللي يحلون علينا العيد طبعا في كل سنة. فنبغي نتكلم ونعرف أكثر عن حياة العيد وشو تسوون في العيد بالضبط في عمان. هو أول يوم العيد يعني بعد صلاة العيد نسلم على الأهالي الأم والأب والأخوان. نعم. اللي في البيت، وعقب يعني بعد ما نسلم على اللي موجودين في البيت نطلع. نعم. على الجيران نسلم عليهم بيت بيت، ونروح بيت الخالة والعم. تحضيرات العيد أكيد الناس تبدأ فيها من أيام، وعادة قبل العيد بيوم تشوف البيت الناس منها تتجهز للملابس ومن الأكل. فكلمنا أكثر عن تحضيرات العيد، شو تسوون قبل العيد في يوم في العادة؟ قبل العيد في يوم نشغل الألعاب النارية، يعني هاي يكون يعني مثل فرحة العيد. نعم. انه يعني باكر العيد بيكون عندنا، فنولع. نعم. الالعاب الناريه في البيت. نعم. وعقب نرتب البيت وننظفه. جميل. وحد منا يعني يجهز الذبايح. نعم. يعني الذبايح تكون جاهزه كلحم التنور اللي هو اول يوم العيد او ثاني يوم العيد. نعم. في مناطق يعني يكون عندهم يعني لحم التنور خلاص جاهز اول يوم العيد. جميل. في نص المناطق ثاني يوم العيد، وفي نصهم يعني اول ثلاثه ايام العيد يوميا يكون اللحم التنور موجود بشكل عام. تكون يعني مثل هاي الوجبة معروفة في العيد. هي هي نعم هي طبعًا. لحم التنور يسموها الوجبة. هي. صبح العيد طبعا، وبعد تقريبا بعد صباح العيد تكون في وجبة. هي. يسموها القلية، قلية انزين. اللحم. هذه إفطار مثل. هي هي هاي مثل الإفطار يعني بعد صلاة العيد. جميل. هي نعم. جميل. فتكون ويا الخبز الرقاق وناكلها ويا اللحم. نعم نعم. ويكون متوفر الهريس والهرسية. أكيد. يعني هالأشياء اللي كانت في الماضي فنحن نمارس فيها يعني في العيد. جميل جميل. وأيضا يعني مثل ما تعرف أخوي سيف، الإمارات وعمان طبعا قلب واحد ودولة واحدة، ونحن أكيد نتشارك الحدود. فبما أننا نحن متواجدين اليوم في مدينة كلباء، أبي أعرف هل تشوفون يعني في تشابه في تقاليد العيد وأجواء العيد بين الإمارات وخصيصا هني في كلبة أو بين عمان؟ هل في تشابه في الأجواء؟ هي نعم، يعني لحد اليوم يعني إحنا نزور بيت بيت يعني كالعياد. نعم. نزور بيت بيت. نعم. منطقة كلباء، بس يعني بشكل عام إن كلبة تغيرت يعني الله يحفظ. نعم. الدكتور الشيخ سلطان القاسمي. آمين يا رب. إنه ما قصر يعني طور كلبة يعني بأجمل مدينة. صحيح. يعني هاي مدينتنا الثانية نحن. صحيح صحيح. ويعني وايد اماكن تغيرت، وايد اماكن حلوت، يعني اللي في عمان يحبوا يجوا الامارات يشوفوا الاماكن الحلوه اللي في مدينه كلباء. صح. يعني الاماكن اللي على البحر، البحيره. نعم. عندك برج الساعه، يعني. نعم. الناس طمحوا يجوا عشان يشوفوا هالاماكن الجميله اللي توفرت. نجم. تتشرف فيكم البلاد وترحب فيكم، ووجودكم بيننا وسطنا سعادة. الشرف لك. جزاك الله خير. زين والله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كل عام وانت طيب. وانت طيب. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. يا مرحبا وسهلا. حياكم الله. تفضل تفضل. مرحبا ام هاني. كل عام وانت بخير. تفضلوا تفضلوا البيت بيتكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ مرحبا وسهلا. استريحوا استريحوا. الله يريحك الله يريحك ان شاء الله. تفضل تفضل تفضل. استريحوا. سيروا لعبوا يا عيال.
علومك ابو محمد؟ ماشي والله. يا مرحبا. كم صوبكم؟ نورنا البيت. في علوم؟ الحمد لله تمام. يا حيكم. تستاهل بركات العيد. الله يبارك علينا وعليك ان شاء الله يا رب. نورتنا نورتنا البيت يا الغالي. الحمد لله تمام بخير ربي يعافيك. علومك انت؟ مرة طيبين. في اخبار الاهل؟ طيبين الحمد لله. تستاهل بركات العيد. الله يبارك علينا وعليك ان شاء الله. اخبارك عبد الله؟ خير الله يسلمك يا مرحبا، كيف الحال؟ طيبين الحمد لله. نورتنا نورتنا والله. نور نور الغالي. من وين؟ من عمان ما شاء الله. والله من شناص. من شناص؟ اي نعم. شو اجواء العيد هناك؟ والله الاجواء فرحة مرة ما تنوصف الصراحة هناك في شناص. لا والله. إيه نعم، الكل فرحان بالعيد. نعم. ومثل ما شايف يمكن اختلاف بسيط بيننا وبين كلبه، لكن عيد واحد يعتبر. كلنا واحد. إيه. وعيدنا واحد وفرحتنا واحدة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وأيضا أختي أنا أشوفك ما شاء الله محافظة على اللبس التراثي والتقليدي العماني، فخبرينا عنه ما شاء الله. هذا اللبس إحنا نلبسه دائما يعني في المناسبات في الأعياد. نعم. فيكون مطرز، فهذه هي. جميل. ايه. وجميل انك ما زلتي يعني محافظه عليه وتلبسينه للحين في المناسبات. هالشيء يعني انا افتخر فيه الصراحه. اكيد اكيد الواحد يفتخر بتاريخه وايضا حتى بلبسه التراثي اللي يمثل هويته الوطنيه اللي يمثل تاريخه، فجميل انه مهما يعني مر علينا الزمن لا زلنا محافظين على هذه العادات والتقاليد اللي تمثلنا. وايضا اختي زوين خبرينا عن تحضيرات العيد في عمان وكيف تتحضرون حق العيد خصوصا قبل بيوم او في يوم العيد. نحضر قبل بيوم العيد. نعم. ننظف البيت، نجهز للذبايح للعيد صباح. نعم. العيد. نعم. فنجهز يعني نجهز ملابسنا للعيد. نعم. نجهز ملابس الاطفال، ملابسنا احنا. اكيد. فصباح العيد من الصبح نسوي العرسية، نسوي الخبيص، نسوي القلية. نعم. قلية اللحم. نعم. فالعيال نوعي العيال ينشوا يتلبسوا. صح. ونروح يروحون يعيدون على الجيران والأهل. نعم نعم أكيد يعني أجواء العيد مثل ما قلتي أجواء استثنائية. أيوة. وجميلة ويعني العيد يبث الفرحة في نعم في قلوب. أيوة. كل العرب وكل المسلمين في هذا اليوم. وسعيد طبعا اليوم بتواجدي معاكم واني مقضي العيد بينكم وبين اجواء عمانيه. جزاك الله خير. الله يسلمك. البيت نورنا. هذا البيت بيت طبعا. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. بعلمكم عاداتنا وتقاليدنا مال حنة العيد. برويش كيف اعجن الحنه مع الليمون اليابس، اثوره مع الماي ولين يبرد وشخله وأعجن فيه الحنة. فإحنا يعني نستخدم هالليمون اليابس عشان الحنة يكون وايد شكله حلو. ما تحطون عليه الماي؟ لا لا ما نحطي عليه ماي، إذا حطينا عليه الماي بيروح اللون الليمون اليابس. شفتي كيف نعجنه؟ كذا. شو رأيك يعني تحنين بنتي مهرة؟ بحنيها بيعلق لها حنة. مرحبا الساعد، تفضل. يا مرحبتين. دام فضلك. بيتك البيت. بيتك دام فضلك. على بيت العام. قرب قرب يا الغالي قرب. تفضل. قريب قريب. تفضل تفضل. تسلم. تفضل. استريح استريح. تسلم. يا مرحبا. يا مرحبا بالشباب. يا مرحبا وسهلا. اكيد لاحظتوا ان من ضمن الاشياء المتشاركه بين الدول الخليجيه هي اللبس طبعا، اكيد في اشياء ثانيه مثل العادات والتقاليد، لكن اللبس ايضا من الاشياء اللي يمكن نلاقي فيها تقارب بين دول الخليج. فلاحظت ان اقرب كندوره للكندوره الاماراتيه هي الكندوره العمانيه، فما ادري ان تسمونها كندوره ولا لها مسمى ثاني. طبعا نحن نسميها الدشداشه. هي. وانتم عندكم تسموها الكندوره. نسميها الكندوره. هي نعم. هي. فهذا الفرق بين يعني نقول بس لغة الشابه، لكن احنا لسامي غير يعني. هي نعم هي لسامي غير بس. نعم. يعني عندنا من شناص لين المناطق الباقيه اللي هي نزوه وصور.
نعم. يعني في صور يسموها الدشداشة الصورية. الدشداشة الصورية هل هي غير عن يعني الكندورة من التطريز أو من الشكل؟ هي تختلف بالتطريز يعني، لأن التطريز هو الأصل طلع من منطقة صور. هي. بالنسبة يعني للألوان تكون ألوان مميزة، فحسب يعني كل شخص هو يحب اللون اللي يباه. نعم. يكون يعني لعدة ألوان مثل الأصفر والأحمر. هي. والأخضر. هي. ويعني اي لون اللي هو الشخص يبغى يسوي على الدشداشه. هي. لكن المسمى الصوريه ردت الى منطقه صور. هي. نعم. وايضا لاحظت الفروخه بعد. نعم. هذه الفرق يعني ان هذه القصيره ويمكن هذه تي طويله الاماراتيه اطول شويه. وايضا يعني لاحظت الغتره يعني هي تتشابه ما بين الحمدانيه والعصامه اللي نسويها، لكن تقريبا تختلف شوية اختلافات بسيطة، فلو تخبرني عنها أخوي هاني. أخوي بخصوص العمامة العمانية. هي. أول شيء نحط الكمة وبعدين يجيب العمامة والمصرة. نعم. بتمصيرة العمانية في أنواع من التمصيرات. نعم. تمصيرة السعيدية وتمصيرة الصورية والسباعية والتمصيرة العمانية. يعني تسمونها التمصيرة. هي. نعم. هي. تمصيرة هي. والكمة اللي هي اللي مثل القحفية. هي. احنا نسميها كمة. تسمونها الكمة. فلازم تكون. في حد يسميها بعد دحرية. دحرية. هي. نعم. جميل جميل. ايضا طبعا الجزء الاهم اللي لازم اسأل عنه اللي هو الخنجر اللي نربط دائما، يعني اشوفه في المناسبات، اشوف دائما الاخوان العمانيين دائما يكون لابسين ورابطين الخنجر على الخصر، فخبرني السبب وراء هذا الشيء. بخصوص الخنجر العماني يعني الكل يلبسه مثل الزي العماني، محافظ عليه. هي محافظ عليه، الكل يلبسه في الاعراس وفي الاعياد. نعم. ويمشي على الكل. لكن هو يعني مثل ما نقول اساسي في الاعراس وفي الاعياد. اساسي. هي. نعم. في الاعراس حتى. نعم. يجيك اذا جاك الوالي او الشيخ منطقه يكون لابسنا يعني. حتى اخوي هاني لاحظت ان الخناجر تختلف من ناحيه الحجم وايضا الزخارف اللي عليها، فشو الفرق بينهم؟ اخوي عبد الله في انواع للخناجر، ساحلي وسعيدي وصوري شمالي وشمالي بعد. نعم. وتتميز من محافظه الى محافظه بالخناجر. نعم. هنا. نعم. شوفي هذا التلي، شوفي كيف نستخدمه، وايد نستخدمه حق الملابس، ملابس البنات، ملابس الكبار والصغار، فجميل. فهذا يستخدم من خيوط وزري، فنسويه بالملابس كخوار. خبريني عن الخيوط. الخيوط نسويه من كل دحروي، هذا نسويه ستة خيوط، من هذا ستة، هذا ستة، هذا ستة، فيطلع جميل يعني كل هذا. فتستخدميه كذا يعني، احنا كذا شوف كيف نسويه. بس أنا أحسها صعب يعني. ما صعب، سهل. وبعد أخوي سيف تكلمنا عن الخنجر، لكن ما تكلمنا عن الحزام اللي حول الخنجر، فمن شو مصنوع؟ الخيوط اللي فيه من الفضة والصناعة من الجلد. نعم. ويسوونه يعني بلوان مختلفة، يعني نفس مثلا يكون يطابق لون الخنجر أو مثلا لون الغترة. نعم. هي. هي نعم. ولاحظت بعد أخوي هاني دائما تشلون الخيزران أو العصا وياكم في كل مكان. في كل مكان. فهل هي أساسية بعد نفس الشيء؟ نعم أساسية العصا. في. نعم. عصا فيها لها أنواع يعني وايد، العتم. نعم. غصن الزيتون أو السدر، في وايد يعني من أنواع العصي. هي. تستخدم في المناسبات كذلك، لكن يختلف من عصا. نعم. لعصا. لا جميل جميل، يعني اني اشوف كل هذه التفاصيل في الزي العماني. يعني طبعا هو الزي هو الهوية، وهي يعني يمثل التراث، يمثل تاريخ الدولة. نعم. فجميل ان نرى يعني في عمان وحتى في الدول الخليجية ان ما زلنا محافظين على هويتنا من خلال لبسنا التراثي والتاريخي، انه دائما موجود معانا مهما تطور الزمان. هي. ما زلنا محافظين عليه، واكيد اللبس يمثل الدوله والعادات والتقاليد اكيد. هي. وغيرها من الاشياء، فهنيكم على هذا الشيء. وطبعا انا من معجبين الزي العماني، ويبالي اسوي نفسكم دشداشة عماني. طيب طيب. انا وين وصلت اللحمه؟ باقي 5 دقائق ويخلص. بس خليها على نار هاديه وتعالي نسوي المشوي.
البهار هاي مشوي. زين اول يوم العيد عندنا احنا نسوي اللحمه بالبزار بالثوم فلفل بالقرفان. تو كيف تسوي يعني عندكم؟ نسوي للبهارات واللي يعني يحبها حاره نحطها فلفل. بالعكس بالفلفل احلى طعمها، بالفلفل بالخل الابيض حلو تسويه. شوفي احنا هالبزار نسويه بالثوم بالخل الابيض بالقرفه بالفلفل الاسود بالكمون ونخليه نبهره زين ما زين بالكركم والملح. يعني هذا الخلطه كامل نخلطها مع الملح. شوفي هذا الثوم يخوز الزفره، يوم نسوي فيه الثوم يخوز الزفره، الفلفل يعطي طعم حلو. وعنديش الخل اللي نسوي فيه يعني يخلي اللحم هش بسرعه يعني ما يتاخر. وهذا الحين اللحمه نسويها حق ثاني يوم العيد، نسويها من اليوم لين ثاني يوم. من بعد ما بزرنا اللحم الحين وش بنسوي؟ بناخذ الورق الموز. اعطيني يا ودي هذا ورق الموز، حطي اللحمه فيه. هذه واحده لفيها، ايوه خليها على جنب. بناخذ الورق الثاني نحط اللحمه، حطي اللحمه ايوه لفيها. وكم ساعة بتتم؟ لين يوم كامل اساسا انها تكون تستوي وطعمها حلو وما تحترق. زين يمكن تحترق؟ لا ما تحترق، لان فيها فحم، على فحم بسيط يسوي، ما انه فحم وايد، ما انه نار، فحم. ليش نحط له ورق الموز؟ اساسا انه ما يحترق يوم نحطيه داخل التنور. ورق الموز ما يحترق يعني؟ لا ما يحترق، بالعكس يعطي طعم ألذ في اللحمة. احنا في الايام اول يوم العيد نسوي شو اسمه الارسيه ونسوي الهريس ويجوا العيال من صلى العيد مصليين مسلمين على الاهل. انا مجهزه لهم الريوق، مجهزه لهم العرسيه والقهوه. اقول لك سوالفك حلوه بس القليه لا تحترق في النار. يلا زين شوف القليه. اوكي تفضل يا جماعه على الغداء، تفضلوا. دام فضلك دام فضلك. استريح. تسلم ان شاء الله. طبعا العيد اليوم عيد عماني، ويعني مرينا في رحله شفنا فيها كل العادات والتقاليد العمانيه ومن تاريخها. واتوقع الحين وصلنا حق فقره الاكل العماني، فدام انه وصلنا حق الاكل العماني الاصيل حبيت اسالك يعني خبريني يعني اهم الاكلات العمانيه التقليديه. عندك العرسية تكون وياها الطرشة، وإذا نعم. أنت ما حاب الطرشة تقدر تحط لها السمن. نعم. وعندك اللي هي القلية. نعم. القلية هاي لحمة. جميل. تأكلها ويا الخبز الرقاق. جميل جميل. وعندك هاي الخبيصة يعني كتحلية. نعم. طبعا المطبخ العماني يعني مليء بالأكلات الجميلة، وطبعا كل بلد يكون له أكلات مختصة للمناسبات، أو يمكن أكلات لازم تكون متواجدة في المناسبات من العيد وغيرها. فشو هي الأكلات اللي لازم تكون متواجدة على السفرة في المناسبات خاصة؟ هي الأكلة الأساسية هو اللحم. نعم. هو اللحم لازم يعني يكون في العيد عندنا. نعم. عندك القلية الأكلة الأساسية، عندك العرسية هاي الأكلة الأساسية. نعم. هذه الأكلات يعني العيد نحن الأساسيات. أكيد. هي. نعم. تفضلوا يا جماعة. بسم الله بسم الله. دام فضلك. صراحة الأكل طيب. تسلم يدكم صراحة. بالعافية. تسلم بالعافية عليك. ما في نفس الأكل التراثي، دائما يكون غير. صحيح. مهما تطلع علينا أكلات جديدة ومن برا، لكن الأكل التراثي دائما تكون يعني يكون له طعم ثاني. صحيح. وهذه القلية صراحة ما عليها كلام. تسلم يدكم صراحة على هذا الأكل الشعبي، جدا استمتعت فيه وأكرمكم الله،
وعساها ان شاء الله سفرتنا دائما. وانت من الاكرام جزاك الله خير، ما قصرت في الزياره الطيبه اللي وصلت من هنا. تسلم تسلم تسلم، تشرفت صراحه وجدا حظيت باسعد الاوقات. يعني الشرف لك الشرف لك. تسلم تسلم. اعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا اليوم، خذنا رحله شامله للتراث العماني والعادات والتقاليد، وعشنا اجمل لحظات العيد وسط احبائنا من سلطنه عمان، حظينا باجمل الاوقات. بخليكم أنا اليوم وبستمتع بالأكل الشعبي العماني.